السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع دوت عبارة عن ليست بالمواقع اللي بتشتغل بدون كود، المواقع اللي تقدر ان انت تخصص الشغل بتاعك او مثلا تعمل موقع كامل او تعمل نظام CRM، كل ده من غير ما تعمل كود او بأقل قدر من الكود. يعني بدل ما تكتب 1000 سطر، لا ممكن تحتاج تكتب بس سطر او سطرين. طيب يعني في مثلا حاجات بتعمل مثلا ايه اوتوميشن، لو انت عملت خطوة هو يعمل الخطوة التانية، لو انا رفعت حاجة على اليوتيوب هو يبدأ ينشرها في اكتر من مكان. خلينا مثلا نيجي هنا نقول له توب تولز، افضل الادوات اللي هي مسجلة عنده، تمام؟ فيبدأ يجيب لك توب نوكود تولز همت، تمام؟ في تانجو، في تنجرام، مش تليجرام، تنجرام، يقدر يعمل لك مارك بليس في ثواني اسرع 100 مرة من الحاجات العادية. في اير تيبل، ده انا ساعات بستخدمه، بينظم لك الداتابيز بتاعتك. في مثلا نوكو باص، في ابشيت، ده عبارة عن كلاود من غير برمجة، بيبدأ ان هو يمكن لك الشغل بتاعك ويسلك الشغل بتاعك. ويب فلو بيبدأ يعمل لك موقع بأقل قدر من البرمجة، تقريبا مفيش برمجة خالص. فزي ما انت شايف في تولز كتيرة جدا. الموقع ده مثل ان هو جمعهم لك كلهم في مكان واحد، وتقدر تشوف مثلا انت عايز تصمم موقع فتقدر تعمل فلتر ليهم يجيب لك الحاجات دي. طيب على سبيل المثال مثلا انا عايز ادخل على الصفحة الرئيسية، احنا كنا فاهم شوية دي مثلا حاجة خاصة بآخر حاجات أضيفت، فريندس. طيب أنا مثلا عايز أشوف الـ VR والـ AR والـ 3D، بيجيب لك المواقع اللي هي مهتمية بالموضوع دوت، فتبدأ إن أنت تجربها، تمام؟ في بعض المواقع بيكون في تقييم، في بعضها لسه محدش قيمها، لو أنت عارفها يا ريت تقيمها بأمانة، تمام؟ في حاجات مثلا خاصة بالبلوك تشين، فميزته إن هو مجمع لك المواقع اللي تسهل عليك الشغل، وده ما بيلغيش المبرمجين. المبرمجين بتبقى في حاجة متخصصة، يعني لو انت عايز تعمل موقع لشركتك والموقع بسيط مفهوش حاجة خلاص، ممكن انت تعتمد على حاجة زي الورد بريس مثلا. انما لو انت عايز تعمل حاجة بقى ويبقى فيها بيع وشراء وحاجات متخصصة قوي، حاجات وشغل تقدر تكسب منه فلوس، استثمر جزء منه في ان انت تعمل حاجة متخصصة لك انت، تمام؟ اتمنى يعجبكم ان شاء الله الموقع.